تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحسم ماش من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تزييف العملة الوطنية وترويجها، وكذا تزوير المحررات الإدارية. العملية مكنت من توقيف عناصر الشبكة الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 50 سنة، كما أسفرت عن حجز مبلغ مالي مزيف بالعملة الوطنية يقدر ب 620 مليون سنتيم، محررات وشهادات إدارية مزورة، أجهزة إعلام آلي مستعملة في عملية التزييف والتزوير، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين كانتا تستعمل في عملية التنقل والترويج. بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.